ولنقاش المستجدات الأخيرة في سوريا وتحديدا التوتر بمحافظة درعا وتعاون الروسي السوري، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المحلل السياسي والعسكري العقيد أحمد حمادة. أهلا بكم سيادة العقيد. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. سيادة العقيد، تحدث بوتين اليوم عن القضاء على بؤرة الإرهاب في سوريا، إلى أي مدى يعد ذلك إعلانا لإيقاف الهجمات العسكرية المستمرة؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بوتين ليس المرة الأولى يعلن فيها إنهاء الإرهاب على حد زعمه، فهو أعلن منذ دخول قواته 2015 إلى سوريا بأنه خلال 3 أشهر سيقضي على الإرهاب ويعيد كما يدعي سلطة الدولة السورية. هذه الدولة التي يدعمها بوتين هي مجموعة من العصابات الإرهابية، تدعمها إيران ويدعمها بوتين نفسه من أجل إعادة بشار الأسد الذي قتل الشعب السوري وهجر الشعب السوري. والحلقات التي نراها مؤخرا في انتهاك خفض التصعيد الذي أعلنه بوتين، أعلنته روسيا في إدلب باتفاق سوتشي، رأينا كيف أن الروس هم أنفسهم نقضوا هذا الاتفاق بقصف معسكر جبل الدويلة، كذلك في منطقة درعا هذا الاتفاق الهش الذي ضمنته روسيا ولكن لم تضمن شيء على أرض الواقع. الميليشيات الإيرانية متواجدة في كل مكان. الاتفاق الذي نفذته المعارضة السورية من خلال المصالحات مع قوات النظام لم يتحقق منه أي شيء، بالعكس بأن قوات النظام دخلت بالأمس الحراك ودخلت عدة قرى، لذلك رأينا ردود الفعل والعمليات التي قام بها الجيش الحر أمس في الشجرة، في جلين، في كذلك في منطقة الحراك، في المسيفرة. كل هذه الأعمال التي حصلت بالأمس زادت من التوتر في هذه المنطقة، بل أكدت بأن هذا الاتفاق الهش الذي رعته روسيا من أجل كسب الوقت ومزيد من الوقت في تأمين فرص السيطرة الميدانية على الأرض في مناطق أخرى أثبت فشله، وأن الجيش الحر والثوار لا يزالون يقومون بعملياتهم القتالية ضد قوات النظام. بالأمس سيادة العقيد، في هذا السياق بالحديث عن ما تسميه روسيا بالإنجازات، أشاد بوتين باتفاق أستانا، إلى أي مدى تظن أن مسار أستانا حقق الحلول اللازمة للأزمة السورية؟ يعني من خلال المبادئ التي دعوا إليها في أستانا هي إطلاق سراح المعتقلين، وقف إطلاق النار، وإعادة أو تهيئة الظروف لحل سياسي. من خلال هذه المبادئ التي دخلت فيها أستانا لم نجد شيء على أرض الواقع، فالمعتقلين لا يزالون معتقلون، وما تم إفراج عنه أمس في منطقة درعا هو فقط لسحب الاحتقان بوساطة روسية لبعض الأشخاص، أما هناك أكثر من 150 ألف مغيب ولا يزال معتقل. أما وقف إطلاق النار فلا نراه واقعا نهائيا في سوريا، نرى القصف اليوم، قصف على جبل الزاوية وجبل الأربعين وعدة مناطق في سوريا، كذلك في حوران وفي مناطق أخرى. عودة المهجرين، لم يعد أحد من المهجرين، وما يريده بوتين والنظام الأسد من جمع العالم حول في دمشق لمؤتمر في 11 شهر هذا و12 شهر من أجل عودة اللاجئين عبارة عن فقط زر الرماد في العيون ولإرسال رسالة للعالم بأنهم جاهزون على رد اللاجئين، ولكن لا يمكن عودة اللاجئين ما دام النظام بشار الأسد القاتل المجرم موجود والميليشيات الإيرانية موجودة على أرض الواقع حاكما على سوريا وينتهكون كل الحرمات التي يؤمن بها الشعب السوري. فلا يوجد أولا مقومات للحياة، لا توجد أمن، لا يوجد أي شيء في سوريا، إلى أي مكان يعود اللاجئون السوريون؟ إذا كل ما تحدث به عبارة عن قنابل إعلامية فقط
يريدون امتصاص رأي العالم، ولكن العالم أيقن من خلال عقوبات قيصر ومن خلال كل الموقف الغربي والعربي المتماسك ضد إعادة البناء حتى يتم تحول سياسي في سوريا وفق ما جاء في 2254. كيف يمكن تقييم الدور الروسي في سوريا في ظل الإشادات المستمرة لبوتين بدور موسكو في تحقيق نجاحات بسوريا؟ الروس ليسوا وسيطا نهائيا، هم قتلة وهم مجرمون وهم طرف في النزاع في سوريا. من خلال لو أراد الروس أن يكونوا فعلا طرف ثالث في سوريا الذين وقعوا على جنيف واحد جنيف اثنين وعلى 2254 لأجبروا هذا النظام العاجز عن تحقيق الغاز والخبز وأي شيء لشعبه، ولكن يستطيع توفير القنابل والصواريخ ضد هذا الشعب. الروس اليوم هم طرف في الأزمة السورية وهم يقفون بقوة مع نظام بشار الأسد من أجل تأمين كما يدعون السيطرة الكاملة للدولة السورية أو لعصابات الأسد ولعصابات الإيرانية في سوريا على حساب حرية وحقوق الشعب السوري. تأتي المحادثة المرئية بين الرئيس الروسي ونظيره السوري بعد يوم فقط على إعلان قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران إيقاف حملتها في درعا. يرى البعض أن هذا يضع حدا لدور إيران وميليشياتها في درعا، ما مدى صحة ذلك؟ الروس يريدون اللعب على الأوراق، هم اليوم متنافسون مع الإيرانيين ولكن غير قادرون على تنفيذ أي شيء من اتفاقاتهم. فالاتفاق الأمريكي الروسي حتى الإسرائيلي الموجود في جنوب سوريا كان يقضي بانسحاب القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية إلى 60 إلى 80 كيلومتر بعيد عن الحدود الأردنية وحدود الجولان المحتل، ولكن حتى الآن نرى أن القوات الإيرانية متواجدة على الحدود في منطقة درعا وفي كل القرى في تلك المنطقة. الروس فشلوا سياسيا بشكل كبير. اليوم النجاح الذي يفرضونه بالقوة العسكرية وبالطائرات وبالصواريخ يريدون استثماره سياسيا. فالحديث مع رأس العصابة المجرمة في دمشق بشار الأسد أتوقع بأنه يريدون التنسيق من أجل تهدئة الوضع، ربما من أجل عودة اللاجئين كما يدعون، ولكن الرفض العالمي لهذا المؤتمر يعني جعله ميت قبل أن يولد. درعا هددت مرارا بالعودة إلى الانتفاضة، ما إمكانية الصمود أمام آلة النظام وميليشياته العسكرية بعد موجات الاعتقال والاغتيال السابقة ضد المعارضين هناك؟ ما يكون في درعا يعني أو في الجنوب هو موجع بشكل كبير للنظام وللميليشيات الإيرانية، فهناك عمليات حرب عصابات حقيقية تجري ضد القوات النظام، وهناك قدرة قتالية قوية جدا، وهناك لا يزال لدى المقاتلين الجيش الحر السابق إمكانية لاستئناف أعمالهم ضد هذا النظام، ورأينا بالأمس هناك السيطرة على عدة حواجز ومقتل أكثر من 16 من قوات النظام وأسر أكثر من 8 في هذه المنطقة. النظام هو ضعيف وهش بشكل كبير لولا التدخل الإيراني والتدخل الروسي في هذه المنطقة، وإلا النظام هو عبارة عن هيكل كرتوني يعني يسقط فورا عند رحيل الروس أو رفع الغطاء عن هذا النظام. شكرا جزيلا لكم سيادة العقيد أحمد حمادة الخبير السياسي والعسكري، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.